مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة للخبر العاجل الذي نريده على شاشتنا الآن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المصلين في انفجار بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت أثناء صلاة الجمعة. وهذه الصور الأولى التي وصلتنا لهذا التفجير في الكويت بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر خلال أداء المصلين صلاة الجمعة. طبعا وكالات أنباء تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى، لم نعرف العدد حتى الآن، سنحاول أن نعرف الأعداد من خلال اتصالاتنا بمراسلينا في الكويت وخارج الكويت. هذه الصور الأولى لهذا التفجير الذي خلف قتلى وجرحى في انفجار بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت.